بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنتكلم بس عن الزراعة من الناحية الاقتصادية. هل زراعة السطح اقتصاديا هتفيدني ولا لأ؟ طبعا مليون في المية هتفيدك وهتوفر لك حاجات كتير جدا. أنا ممكن يا جماعة زراعة السطح دي لو ما بقاش بالنسبة لي سوقي فوق سطح بيتي، على الأقل حديقتي فوق سطح بيتي. يعني انا افترض ان احنا زرعنا ما ادريش انتاج قد كده مثلا، يعني بس هو ان شاء الله باذن الله ان شاء الله هيديك انتاج حاجه طالما انا براعيها هاخد منها اللي انا عاوزه. طيب لا هي ما ادتنيش انتاج، ادتني حاجات كده يعني عينات، وده ممكن يحصل. على الاقل لقيت منظر كويس ولقيت حاجه خضره كده مفرحه، حاجه يعني بسم الله ما شاء الله، واقدر يا جماعه تعمل لي اكتفاء فعلا في حاجات معينه انا بجيبهاش من السوق خالص. يعني مثلا الفلفل اهو، دي الشطه السوداني يا جماعه، اي طبعا والله من كترها. بصوا يا جماعه انتاجها قد ايه، يعني اهو، يعني دي يا جماعه كمان مش باخد كمان ليا، لا والله العظيم، وبوزع كمان على حبايبي، وبالذات الشطه السوداني دي، لان طبعا وساعات الحاجه تقوم واخداها تنشفها وتقوم عاملاها شايلها شطه يعني اهو. اهي بسم الله ما شاء الله يا جماعه اهو. وممكن طبعا عشان ايه فروعها غاضه شويه اهو، يعني بصوا الطبق ده هنبدا نجمع فيه اهو، وشوفوا يا جماعه الطبق ده في اخر الجمع من الحاجات اللي انا هجمعها في يوم هتبقى عامله ازاي اهو. طبعا ده هياخد وقت شويه عشان كتير قوي، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله، طبعا كله خير من عند ربنا، هياخد وقت كتير قوي 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 في الجامعة يعني. فده بصراحة هسيبه للآخر، يعني آخر حاجة هجمعها هسيبها الفلفل ده، لأنه طبعا بصوا يا جماعة الإنتاج عليه قد إيه، بسم الله ما شاء الله يعني. أدي يا جماعة البتنجان أهو أهو أهو، ده طبعا البتنجان المخدل أهو، بسم الله ما شاء الله اهو اهو محمد اهو، تعالى حمام اهو اهي، تعالى ما نروح الناحيه الثانيه، تعالى نروح الناحيه الثانيه اهو. طب تعالى الناحيه دي اهو، خيارتين اهو بالمر. طبعا ده يا جماعه الخيار ده والله في اخره، يعني الخيار ده في اخره، في اوله طبعا كان بيطلع الخياره خرزانه، يعني خرزانه طالعه اهو، ده طبعا اواخر الخيار اهو. نعمل طبق سلطه 100 100 مع طماطمتين شيري، هتبقى حاجه عظمه يعني اهو 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 اهو. طبعا البتنجان ده يا جماعه بقى في القلي ما اقولكوش، ده طبعا يا جماعه الفلفل الالوان لسه بقى ما خدش لونه، ده بقى انا زارع احمر واصفر، اللي ورا ده الاصفر واللي قدام ده الاحمر، طبعا اهي بسم الله ما شاء الله، بس لسه طبعا ما خدش لونه اهو اهو، حجمه يعني بسم الله ما شاء الله تمام يعني. طبعا عمال بس ايه مستعجل شويه، وادي طبعا يا جماعه الليمون اهو، بس طبعا لسه ايه ما كونش ميه حلو يعني، يعني مش هنعرف ناخد منه النهارده حاجه، ما فيهوش يعني ميه لسه. طبعا الليمون ده يا جماعه لو انا زرعه اول ما يبقى عليه ثمر كده بسم الله ما شاء الله لازم تروي تروي كل يوم الليمون ده طالما عليه ثمر اهو. ده فلفل اهو، ده طبعا الفلفل المكسيكي، وده قلت لكم يا جماعه بقى عليه، ادخلوا بقى على النت هتلاقوا ليه فوايد بسم الله ما شاء الله يعني. والفلفل ده يا جماعه والله صيف شتا الحمد لله يعني ما اشتريهوش اهو، عشان في واحد كتب لي والله في التعليقات يا جماعه قال لي زراعه السطح غير مجديه، حتى لو كانت غير مجديه يا جماعه في الانتاج، لكن من الناحيه النفسيه لا مجديه جدا 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 جدا، ليه؟ على الاقل هتنقلي الجو اهو. اما نشوف الاوضه دي، ده طبعا فلفل ده شطه سوداني، اهي دي مزهره بقى وبدات تعي، ده قرب
بدات يعقد بقى صغير. بصوا من الورق ده يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. يعني طبعا يا جماعه فلفل رومي، بس الحاجه كانت لسه واخده منه امبارح، فطبيعي بقى مش هنلاقي عليه. يعني ده انتوا اشوطتوه امبارح، ما اهو اهم قرنين اهم اهو، نعملهم برضو على السلطه. طب والله يا جماعه لو حذر على السطح اخد منه طبق سلطه، انا ضامنه وضامن ايه اللي محطوط له ومروي ايه ومتسمد بايه، دي عندي بالدنيا. او ده بتنجان ابيض اهو، طبعا اللي قطعناه من بره ده المخدر اهو اهو، نعمل مخلل ويبقى مية مية اهو. تعالى يا محمد اضرب انا غطسه جوه كده اهو. ماله ده بقى؟ 10 على 10 اهو. ده طبعا يا جماعه بقى ايه؟ العروس الاسود اهو بدا يطلع من جوه اهو. اهو بدا ايه؟ اهو بدا يعقد اهو، ده عقد اهو. لسه صغنن اهو. 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 دي اهو الطماطم اهي. وبعدين لما هنتكلم بقى في اقتصاديات يا جماعه، اقتصاديا اغلى شتله كانت ب2 جنيه ونص المستورده. ب2 جنيه ونص الشتله دي مش هتجيب لي كيلو؟ طب انا هجمع من قدامكم والله العظيم من الشتله واحده اكتر من كيلو. ودي طبعا هي طبعا دي اول جمعه بصراحه اجمعها من الطماطم السنه دي. طيب على الاقل يعني شوفوا كيلو الطماطم بكام؟ طب انا غرمت فيها ايه؟ ثمن الشتله وشويه مخلفات المطبخ اللي بحطهم في الازاز. يعني بدل ما نرمي المخلفات اللي حطيتها في الازاز بس. اهو تعالى يا محمد اهو. والله يا جماعه بصوا بقى، يعني ايه انا ليا مزاج اقطع البتاعه دي كده اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله. طب والله شكلها يا جماعه يفرح والله العظيم. الواحد يصورها بصوا طالعه عامله ازاي، وحاجه مضمونه بقى، ولا كيماويات ولا بتنجانات ولا بتاع. اهو اهو اهي، انا هطلع لكم على ايد على ايد اهي يا جماعه. طب والنبي يا جماعه دي ما تنفعش تبقى صوره كده منظر طبيعي؟ يعني ايه والنبي تنفع منظر طبيعي؟ ده هو كده اهو اهو اهو. مالها بقى؟ تعالى حمام اهو، ودينا بنقطع اهو، هات دي كمان والله يا جماعه. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله اهو. تعالى يا حمام تعالى اهو. انا بصوا انا بسيب كده الكلاستر على بعض اهو، كلاستر على بعض اهو، مش واحده واحده كلاستر اهو. هات هات الطبق ده اهو يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. ده طبعا الاثنين دول انا كنت اعطيهم قبل كده، الاثنين دول يعني احمروا بدري اهو. مالها بقى كده اهي اهو. دول كده يا جماعه ايه دول؟ شويه دول ما يجوش مثلا 3 4 كيلو ليه يعني اهو. ونسيب دول لمره ثانيه على ما يحمروا شويه. هو طبعا انا ممكن اقطعه وهي باللون ده وهتحمر، بس انا هنسيب دول شويه. بتنجان ده نسيبه شويه؟ ايه رايك يا حمام؟ نقطع دي ولا نسيبها شويه؟ سيبها شويه حتى نبقى ناخد منها اكل على بعضها. اهو هات يا عم، خد لك كوكتين يا عم. واهو بسم الله ما شاء الله اهو. كوكتين كمان اهو. كمان كام خوخه اهو. عسل اهي. خد شويه فلفل اهو. فاللي يقول لي بقى انا السطح ما باخدش منه انتاج، لا اخد منه انتاج. بس هو قرعيه. ورعيه يا جماعه برغيف وحته جبن. يعني ورعيه يا جماعه برغيف وحته جبنه ببلاش يعني. هو ايه اللي احنا سميدنا احنا بايه يعني؟
الحاجه الوحيده يا جماعه اللي بنشتريها له من بره هو الهيوميك اسيد والفولفيك اسيد بصراحه. اي حاجه غير كده ما هو. وانت لما تطلع السطح، طب انت تعرفوا يا جماعه لما بتيجي تجمع الحاجه بايدك كده، طب والله العظيم بتحس ان ليها طعم تاني خالص، والله حتى لو طعمها وحش. ليها برضو بهجه كده. حمام بيقول لك ليها فرحه، والعيد فرحه، وحمام فرحه. انت بتحب واحده اسمها فرحه؟ لا ده اوعى. لسه ماشي، لسه بقتش فرحه، لسه كابه. ماشي اهو، خد يا عم محمد هيص، اوعى شويه الفلفل الاسباني دول. طبعا محمد ما بيطقش الفلفل ده، مش عارف في حاجه بينه وبين الفلفل ده. بصوا بقى يا جماعه، ايوه بصوا، لما تيجوا بقى تقطعوا الفلفل او الطماطم، لو لقيتوا فيها بقى يا جماعه البقعه دي، شايفين دي؟ ده كده معناه نقص كالسيوم، فده طبعا لازم هرش كالسيوم. وطبعا يا جماعه انا كل ما اخد الثمر من على الشجره، الشجره طبعا بتفوق. طبعا لما هتفوق بقى يعني دي كده اسبوع كمان وتقوم مزهره. طبعا الفلفل ده انا جمعه مرتين قبل كده يا جماعه، دي مش اول مره. الطماطم لاول مره يعني، خدت منها طماطمتين ثلاثه قبل كده، عملنا بيهم طبق سلطه كده ولا حاجه، لكن ما خدناش منهم حاجه يعني طبخه. لكن طبعا اهو الفلفل ده، لا دي ثالث مره اجمعه يعني. دي والله العظيم يا جماعه انا جمعها الاسبوع اللي فات، وبصوا طلعت قد ايه، اسبوع يعني، دي كمان اربع خمس ايام واقوم جمعها. اهو والله العظيم كاني رحت السوق وجيت، ولسه بنكمل اهو. هات يا عم خد لك، خد شويه ال دي بقى يا جماعه سكر والله. اهو والله عنقود كريز وعنب اهو، والله عنقود عنب اهو. اوعى خد يا عم اهو، بصوا الكلاستر يا جماعه على بعضه بيبقى شكله عامل ازاي. والله انا زي الحرنكش، شوية حرنكش اهو. حط يا عم حط اهو يا جماعه، بسم الله ما شاء الله يعني. اهو بصوا الكلاستر ده، طب والنبي فيه جمال كده، النبي فيه جمال كده. والله بصوا يا جماعه، وطعمها والله يا جماعه سكر سكر. طبعا احنا بقى ولا بنرش كده ولا كده يعني، ديت اهو هعملها كده. والله كريز، والله كريز. عاوز تاكل حمام؟ تاخد واحدة؟ تاخد واحدة؟ انت كل ما تطلع حمام بتلقط، وانت كل ما بتطلع ما بتتسلاش عليها؟ لا مش هتطلعني. ما دي طبعا ما تمشيش يا جماعه مع حمام، حمام عاوز الهوبر يعني، عاوز الكبير. دي بقى اهي، انا يا جماعه في الطماطم دي بحب اخد الكلاستر على بعضه بصراحه يعني، بستنى عليها شويه لغايه ما الكلاستر يبقى على بعضه كده، ايه احمر اهو زي ده كده. طبعا دي يا جماعه عاوزه وقت بقى، وانا مش عاوز بصراحه اطول عليكم، الناس بقت تزهق من طول حلقات، بس انا بقول لكم اهو اقتصاديا انا اقدر اخلي السطح بتاعي اخد منه اكتفاء ذاتي اهو اهو. بص بقى حمام، حمام بقى يكمل بقى جمع نخلص، لان لو قعدت اجمع كده والله بسم الله ما شاء الله عاوز لي بس في الطماطم دي ساعه. طبعا دي الكلاستر كله مش ايه، مش جاهز اهو. انا عاوز اثبت لكم ان زراعه السطح مجديه، ومجديه جدا جدا جدا، لكن طبعا لازم يا جماعه هبذل فيها مجهود، ما هو لازم اتعب عشان اخد.
لكن طبعا هاخد كده من غير ما اتعب، لا طبعا. ادي يا جماعه ادي الانتاج اهو، ماله ده بقى يا جماعه؟ ولو مش هيديني انتاج انا هعتبره مش هيديني انتاج. انا كفايه المنظر ده، كفايه والله المنظر ده. وفي الاخر بقى عاوز اعمل لكم كده ايه، بوكيه للناس الحلوه اللي بتتابعنا. وده يا جماعه احلى بوكيه ورد للمتابعين كلهم، وكل سنه وانتم طيبين. ويا ريت بقى في الاخر لو الفيديو عجبكم يا ريت بقى تدعمونا باللايك والشير، ولو مش مشترك في القناه يا ريت طبعا تشرفنا باشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.